اهلا بحضراتكم مره ثانيه. طبعا احنا عندنا النهارده مواجهه قويه جدا امام الجزائر في كاس العرب على صداره المجموعه. هنتكلم عن الموضوع ده وبالتفصيل وباستفاضه، هنتكلم عن الرؤيه الفنيه للمباريات اللي فاتت والاداء والنتائج، هنتكلم عن ضغوط لاعبي النادي الاهلي الدوليين، الى جانب طبعا التصويت على جائزه الافضل في العالم. كل الملفات دي هنفتحها مع استاذ سامي عبد الفتاح الناقد الرياضي اللي مشرفنا بوجوده معانا النهارده. صباح الفل عليك. صباح الفل والله على حضرتك، بنسعد جدا بوجودك، شخصيه جميله بجد حتى على المستوى الشخصي جدا. وكريم قال ملفات كتيره، بس انا عايز ابدا بجائزه الافضل. واختيار حضرتك طبعا يعني دي حاجه مشرفه جدا ضمن يعني لجنه التحكيم، وعايزين نعرف بقى اكتر واليات كمان الاختيار. طبعا انا اتفاجئت بالاتحاد الدولي لكره القدم ان هو اختارني للتصويت على جائزه الافضل. طبعا جائزه الافضل دي بتشمل احسن لاعب، احسن لاعيبه، احسن مدرب، احسن مدربه، احسن حارس مرمى، احسن حارس مرمى على مستوى العالم، يعني على مستوى العالم يعني رجال وسيدات. تمام. وطبعا الجمهور، اللعب النظيف، وطبعا فكان مفاجاه جدا كبيره ليا واسعدتني شخصيا. يعني ده يعني بيقولوا اشمعنى فلان، يعني هو طبعا في ملف، كل صحفي له ملف عند الفيفا. أكيد. يعني مسجل خطر بقى ومسجل يعني انا شاركت في ثلاث بطولات كاس عالم، خمس بطولات كاس عالم الانديه، بجانب ست دورات اولمبيه، فيعني في رصيد عند الفيفا معروف يعني. ففوجئت باختيارهم ليا، وربما يكون في هناك اخرين، بس اللي جالي انا شخصيا وقمت بالاختيارات ورصدتها على قدر ما استطيع. طبعا على راسها نجمنا محمد صلاح، طبعا شيء شرفنا وان شاء الله ياخذها كاحسن لاعب السنه دي. دي مسابقه الاستفتاء الافضل ده بيشارك فيه حوالي بجانب الجمهور، في تصويت من الجمهور، في تصويت من المديرين الفنيين المنتخبات في العالم كله، في حوالي 200 صحفي حول العالم. فطبعا بياخدوا نسب 25% 25% 25%، وعشان يكون هناك عدل شويه. يعني كأس كرة الذهبية دايما عليها لغط وكلام كتير. ده خلينا بقى نستغل الفرصة ان حضرتك خلاص طرف رئيسي في الاستفتاء ده، الاستفتاء الافضل على مستوى العالم، فبرضه ممكن حضرتك تنقل لنا الصورة، لان فعلا دايما في جوائز كتير لما تكون نتائجها النهائية مش على هوانا كمصريين وعرب، يقول لك يا عم لا الموضوع ده مش فيه. بس والله يا كريم اقول لك على حاجة، فعلا الكرة الذهبية دي تحديدا حتى ميسي يعني اتقال ان هو ما كانش مصدق ان هو هياخدها. يعني الكرة الذهبية داخل فيها رعاة كتير، داخل فيها الكرة الذهبية داخل فيها رعاة كتير. لكن الاستفتاء، الاستفتاء ده نسب تصويت يعني جمهور. لا انا قصدي اقول لحضرتك المصداقيه متحققه فعلا الى حد كبير جدا، نسب يعني نسب التصويت 25% 25%، مفيش حاجه هتيجي على حساب حاجه ثانيه. يعني الجمهور، الاعلاميين والصحفيين، المدربين الفنيين، بعض قاده المنتخبات كمان بيشاركوا في الاستفتاء ده. فالمساله يعني ايه، مش واخده اتجاه واحد. الرعاه بيتحكموا، انا رايي الشخصي ان الرعاه بيتحكموا في الكره الذهبيه لحد كبير، لان دي كيان خاص جدا. وبينما الفيفا طبعا له ربما برضه في رعاه، طبعا اكيد في رعاه للاستفتاء، بس اللي في موضوعيه اكثر يعني. وان شاء الله يعني نامل ان نجمنا محمد صلاح ياخد حقه، وده حق متأخر جدا، وانا شايف ان هو مستحق. وطبعا رغم ان في يعني مواهب ومتميزين كتير جدا، طبعا انا عايز اقول بذكر الساده مشاهدينا ان الجائزه احسن لاعب واحسن لاعيبه، احسن مدرب واحسن مدربه، احسن حارس واحسن حارس واحسن حارسه. في جائزة اللعب النظيف دي بيختارها خبراء من الفيفا مخصوصين يعني. طبعا احسن هدف. في احسن مدير فني كمان؟ لا ما فيش احسن مدير فني، مفيش احسن مدير. لا في كوتش، احسن كوتش موجودة. فطبعا جائزة اللعب النظيف بيختارها الاتحاد الدولي بمجموعة خبراء، لان طبعا بيدعم الفير بلاي لحد كبير.
ودي جايزه ان شاء الله يوم الحفله يوم 17 يناير وهنشوفها كلنا، ونتمنى ان يكون سعادتنا كبيره جدا بوجود محمد صلاح في الاستاذ. باذن الله يا استاذ سامي. نروح بقى لان يعني النهارده والجزائر، ولما يجي نتكلم طب ليه ضحكت؟ ده انا لسه ما سالتش السؤال. لا 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 صعب، احنا عندنا ملفات كتير. لا نخش بقى على النهارده لان مباراه مهمه، وفي فكره برضو انا مش عارفه سببها ايه، فكره تصدير الخوف قوي من المباراه النهارده. احنا بنتكلم في 8 او 9 لعيبه يعني دوليه في الجزائر مش هتكون موجوده، دي حاجه. الحاجه الثانيه انا كمصر برضو انا المفروض اكون مستعده جدا، وعندي كيراش تصريحاته مطمئنه الى حد كبير جدا. ادائي لو قارنت بلبنان مثلا والسودان، هل ده يخليني استشف اللي جاي عامل ازاي ولا مربوطش؟ يعني خلينا نفهم من حضرتك. لا هو طبعا يعني القلق ملوش مبرر على الاطلاق. يعني احنا طبعا في مرحله دور المجموعات وتاهلنا مع الجزائر، والجزائر فريق محترم وبطل افريقيا وله ثقل يعني لحد كبير. فطبعا احنا كمان يعني لازم نكون عندنا ثقه في انفسنا كافيه يعني، وده اللي انا حاسه في التوقيت الحالي. يعني كروش وضع كل لعيبه منتخب مصر في تحدي مع انفسهم، كل لعيب النهارده بصراحه فعلا بيتحدى نفسه. انت يعني مالكش مكان ثابت، يعني مفيش مكان ثابت ليك يا فلان، تواصل التحدي مع نفسك وافرض نفسك ودي فرقتك، هتشوف انت لان جمهورك جمهور منتخب مصر هو اللي بيقيم في الاخر. يعني مع احترام الاعلام طبعا، هو التقييم من الجمهور، راضي عن المنتخب ولا مش راضي، راضي عن لعيب فلان ولا مش راضي. فطبعا اللي احنا شايفينه في الفتره القصيره اللي مسكها كروش بيقدم لنا عناصر جديده، ده شيء جيد جدا. يعني ان انا النهارده يبقى عندي زخم من اللاعبين الجاهزين لمنتخب مصر، ده شيء مميز، لان طبعا الفتره الجايه مشحونه بالالتزامات الدوليه. بس اللي حضرتك بتقوله ده برضه ما منعش ان في جانب كبير من الجماهير شايفه ان في تذبذب ملحوظ في الاداء بين مباراه والثانيه. يعني سيبنا من اول كام لقاء، كمان تعالى نتكلم في اخر لقاءين، في ناس شافت ان اللقاء اللي جمع بين منتخب مصر ولبنان كان ادائنا فيه غير جيد، وكان الفوز فيه متحقق بصعوبه بالغه، في حين ان اللقاء اللي بعديه على طول مع السودان شفنا اداء 10 على 10 وشفنا اهداف البعض منها عالمي. فالتذبذب ده ايه مرجعيته؟ انا شايف ان مباراه مصر ولبنان اصعب من مباراه مصر والسودان. ما اكيد بكتير، لان منتخب لبنان رغم ظروف البلد الشقيق يعني ودورياته مش منتظمه وعندوش محترفين كتير، لما لعبوا بخطه دفاعيه صلبه جدا، وده يعني عطل مساله التهديف. احنا صحيح فوزنا بضربه جزاء، بس اتيحت لنا فرص، اتيحت لنا فرص، وانا شايف ان الاصرار على الفوز كان موجود من اول دقيقه لاخر دقيقه، كان موجود. يعني الفرص موجوده، الجديه موجوده، صحوه اللاعبين في الكرات المرتده للمنتخب لبنان كانت موجوده، تقريبا الشناوي لم يختبر نهائيا. فانا يعني التذبذب ده ربما نتيجه قله التجمع. يعني احنا مشينا من هنا على ماتش لبنان على طول، منتخبنا يعني مشي من مصر على منتخب على البطوله مباشره بفارق زمن قليل، فدي هتيجي. يعني التجانس ده والايجابيه اعلى من كده. فيعني شفنا في ماتش السودان، اضيف لحضرتك ان الرغبه في التهديف عاليه جدا. صحيح. وظهور اكثر من هداف دي ايجابيه، حتى كواليتي الاهداف نفسها حلوه، الاهداف بالذات الهدف الاول. لا اهداف جميله جدا، والاصرار على ان انت تواصل التهديف، مش واحد واثنين وثلاثه، لا انت متواصل التهديف لان عندك فرصه ان انت تبدع. فطبعا كل المستثمر ده من الماتشين الاولين هنشوفه في ماتش الجزائر النهارده ان شاء الله، ونتمنى ان احنا يعني نكون على مستوى اللقاء، لان طبعا احنا بنتكلم على بطوله، على فكره احنا ما بنتكلمش على ماتش، فبنتكلم على بطوله، احنا مستهدفين البطوله، ده يعني لازم ما نقلش من انفسنا ونذكر انفسنا ان هذا الجيل او معظمه كان من سنتين في كاس الامم الافريقيه في مصر، وما يعني احبطنا الى حد كبير. صحيح. يعني ده فرصتهم لرد الاعتبار، وقبل ما يروحوا الكاميرون ويشاركوا في كاس الامم الافريقيه الجايه
وينافس على اللقب. فاحنا مطالبين ان لعيبتنا مطالبه ان هي تدي كل اللي عندها في ماتش النهارده كعنوان مبدئي، انا بطل، انا بطل في كاس العرب. فيعني طبعا منتخب الجزائري منتخب محترم جدا وقوي جدا، اذا كان زي ما تقول بعض المحترفين وغايبين، احنا برضه عندنا محترفين غايبين، ففرصة ان احنا عندنا ضغط كمان على اللعيبه الدوليه بتاعتنا بشكل كبير جدا. كانوا قلنا الكلام ده في الانترو يعني، في ضغط على اللعيبه يعني كبير، يعني اللعيبه مش واخده يعني نفسها يعني بالظبط والله، يعني لعيبتنا مش واخده نفسها ولعيبه الاهلي بشكل خاص. أيوة. يعني ده السنه يعني الثانيه على التوالي احنا بنقول نفس الكلام. ازاي يعني لعيبه الاهلي بشكل خاص يعني هيطلعوا من كاس الامم الافريقيه يخشوا كاس العالم الانديه، يعني عفوا من كاس العرب كاس العالم الانديه كاس افريقيا، دوري ربنا ودوري طبعا. الدوري النهارده السنه دي يعني له اهميه كبيره جدا بعد فقد اللقب الموسم اللي فات طبعا. فطبعا هو بطوله طويله النفس، انما ان شاء الله الاهلي بطل الدوري ان شاء الله. طب لو هنروح لبرضه قصه قفشه سريعا، يعني انا عايزه برضه تعليق من حضرتك. والمؤتمر الصحفي بالامس كيروش اعلن ان عدم جاهزيه قفشه، وعايزه يبقى جاهز 100% خوفا عليه، وده مقبول جدا ومشروع. برضه بتشوف ده كانت خطوه سليمه من وجهه نظرك ام لا؟ كان المفروض ان هو يعني يشارك في مباراه الجزائر لان هي في غايه الاهميه برضه الى حد كبير، يعني هيحسم عليها امور ثانيه. هو ربما كيروش بيفكر ما بعد مباراه الجزائر، يعني انا هخش هطلع من الجزائر ربما اقابل المغرب، ما هي عشان ربما هي دي النقطه، ربما اقابل المغرب او الاردن. وجود قفشه في حاله جاهزيه سليمه مهم جدا، لان انا عايز اللقب مش عايز اعدي الجزائر. طب انا معديت وخلاص، فيعني الجزائر مش هي البطوله بتاعتي، انا البطوله لسه قدامها تحديات قويه. فبالتالي يعني راحت قفشه او اي لعيب اخر مهمه، يعني ما غامرش بيه اخسره فيما تبقى من جولات البطوله وفيما تبقى فيما هو قادم للاهلي. يعني دي امانه المدير الفني المنتخب انه يكون امين على اللعيب اكثر من التفكير في النتيجه نفسها. ايه الفايده ان انا اشركه نص ساعه وقدر الله يجي له اصابه صعبه شويه تحرمه من جولات جايه؟ لا. ف يعني وجود قفشه او عدم وجوده، يعني انا اتصور ان ده فرصه للاعبين اخرين ان هم يقدموا ما عندهم في التحدي الكبير ده. احنا من كل ماتش في بطوله كاس العرب انا شافه بيجيب لنا عناصر جديده نفرح بيها بصراحه. أكيد. يعني اكيد ده حصل بشكل واضح كمان في ماتش السودان الحقيقه بصراحه. ماتش السودان هل حضرتك من الناس اللي شايفه ان البطوله دي كاس العرب تعتبر هي يعني بشكل مجازي اخر بروفه رسميه ان من خلالها منتخبنا يقدر يقدم اوراق اعتماده انجاز التعبير، يعني قبل بقى طبعا امم افريقيا وقبل اللقاء طبعًا الفاصل والمباراه المباراه الفاصله المؤهله للمونديال؟ طبعا طبعا، لان طبعا هي فعلا فرصه لكل واحد يقدم مؤهلاته. وانا قلت في بدايه الكلام ان كل لاعب دلوقتي في تحدي مع نفسه، لانه قريب جدا في كاس امم افريقيا، وهيكون في صلاح وهيكون في تريزيجيه ان شاء الله. تريزيجيه على فكره لعب امبارح وجاب جول، لاني مرموش، يعني في خمسه سته من العناصر المحترفه اللي احنا منتظرينها ان هي تكون داعم كبير للمنتخب. فكل لعيب النهارده بيحاول يحجز لنفسه مكان قبل كاس الامم الافريقيه، مش بس كاس العرب وشكرا، لا يعني بيحاول يكون له مكان جيد. وده شرف طبعا ان هو يشارك في كاس الامم الافريقيه، دي بطوله قاريه كبيره. فكل في تحدي مع نفسه حاليا، وعلى رسول كروش نفسه اكيد طبعا. يعني كان كروش بيلعب بكل الاوراق دلوقتي عشان يقش في الكاميرون ان شاء الله. كنت امبارح طرحت على كان ضيف معانا برضو يعني هو صحفي برضو رياضي، وكنت بساله عن نقطه انا حابه برضو معلش اعيدها مع حضرتك عشان حابه اعرف وجهه نظرك. كنا بنتكلم عن فكره الانتقاد الشديد جدا لما بيكون في يعني مدير فني مصري، ولكن الانتقاد ده مش هقول بيختفي لكن بيقل بشكل كبير جدا حتى لو نفس الاخطاء بتتم من المدير الفني الاجنبي. تفسر ده بايه؟ يعني هو طبعا احنا ده حقيقه،
دي حقيقة. حتى على مستوى الأندية الجماهيرية الكبيرة، المدير الفني المصري يتلقى يعني انتقادات حادة جدا إذا لم يعني يوفق في مشواره. مرة ما الكرة فيها كده وفيها كده، يعني مش كلها على مسار واحد. أكيد طبعا. فيعني المدير الفني المصري يعني مش واخد حقه كفاية إلا فيما نظر، زي كابتن جورة رحمة الله عليه وكابتن حسن شحاتة. حسن شحاتة طبعا. ربنا يديله الصحة. فبالتالي المدرب الأجنبي علاقته بالفرقة اللي هو بيديها كل خبراته في فترة قصيرة. هل هناك بيبقى حسابات أستاذ سامي برضو أخرى، يعني انتماء هذا المدير أو المدرب لنادي معين مثلا ربما دلوقتي أصبحت مشكلة، كان زمان ما شفناش مشكلة زي وقت الجوهري وحسن شحاتة، يعني هل دلوقتي في حسابات مختلفة؟ دي موجودة، دي هنخبيها ليه؟ طب يعني ما كانتش موجودة زمان يعني. يعني النهاردة مثلا أما كان كابتن لما الإعلام اختلف والمواقف يعني فيه سبب الإعلام الإعلام والميديا والميديا مش ثقافة الناس هي اللي اتغيرت، الإعلام ثقافة الناس اتغيرت مع السوشيال ميديا. اتغيرت كتير. أوكي. اجتماعيا وإنسانيا وكل حاجة. فبالتالي النهاردة حسن حسام البدري ما اختارش سين، تشوفي النهارده يبقى نقول دي لدي حسابات اخرى وحاجات يعني، ودي بتاثر على بينما الاجنبي ولا في باله، يعني الاجنبي مش في باله الكلام ده وشايف شغله بشكل يعني اكثر اريحيه عن المدرب المصري. وحتى لو معاه مصريين من مدربين مصريين بيساعدوه، دايما الاجنبي اللي معاه نمره واحد، ده حقيقه يعني. هو احنا دايما ليه بنلجا يعني عبر تاريخ المنتخب ليه اغلب الاوقات بنلاقي ان المدير الفني اجنبي؟ هل هي عقده الخواجه؟ هل هو نقص في الكفاءات للمدربين المصريين؟ هل هو جايب فكر مختلف عن نوع الفكر اللي عند اي مدرب وطني؟ لا، نمره واحد. انا عايز اقول ان المدربين المصريين لمنتخب مصر هم اللي حققوا نتائج افضل من الاجانب في تاريخنا يعني. كابتن جوهري وصل لمنتخب مصر بمنتخب مصر كاس عالم ايطاليا 90. كابتن حسن شحاته فاز بلقب افريقيا 3 مرات ورا بعض. فبالتالي الرصيد موجود، بس لو توافرت الظروف الجيده مع اتحاد قوي داعم للمدرب الموجود. لما المدرب الاجنبي علاقته ايه؟ علاقته بعقد يعني بالظبط كده، عقد وفق ما وفقش بالسلام. تفرق كمان في الروح اللي هو بيأدي بيها، لان برضه في الاخر ده شرف وبلد وكذا، او انه اجنبي فمش فارق معاه كتير، المهم انه بيقضي الفتره بتاعته. بتفرق كمان في نوعيه اللعيبه اللي بتلقوا الرساله اللي حضرتك قلتها. يعني مهمه جدا يعني نوعيه اللعيبه اللاعبين الموجودين في كل جيل وبيتلقوا مثل هذه الرساله وتجاوبوا مع المدرب. يعني انا مش هخفي ان في بعض اللاعبين في منتخب مصر في الفتره اللي فاتت كانوا بيضايقوا حسام البدري. لا بس انا عندي نقطه اختلاف شويه. لا اختلاف في الراي ده. هل فعلا المدرب الاجنبي بيجي مش فارق معاه؟ اصل ما فيش يعني هو ده في السي في بتاعه، فما اعتقدش ان هي بتبقى مش فارق معاه. لا طبعا، اذكرت انا قلت اختيارات اللاعبين من عدمها يعني. قلت انا الكلمه دي بقى انا بعتذر عنها. فيعني لا، انا مش فارق معاه على المدى الطويل يعني. ايه هو بيبذل جهده وعمله ويشتغل، انما دي قصه نجاح او فشل دي بتضاف للسي في بتاعه يعني. ما فيش حد بيقف عند الحته دي قوي يعني. انا بسمع حضرتك ايه؟ ما فيش حد بيقف عند الحته دي قوي يعني، حته ان خاصه هنا يعني. ممكن في اوروبا ممكن جايز، انما طبعا رصيده نجح اهلا وسهلا، ما نجحش بيروح يشوف حته ثانيه. بس النقطه اللي بتقولها نهاوند برضو هي منطقيه قوي يعني. ما فيش حد بيسعى للفشل بطبيعه الحال. لا ما فيش حد بيسعى للفشل، خصوصا لما يكون مدرب عنده خبرات وراجل مخضرم وله تاريخه. يهمه جدا ان وجوده في اي مكان يمثل اضافه ملموسه للكل. طبعا هو ده المدرب المخلص بقى يعني، اذا كان عنده قدر من كبير من الاخلاص زي ما كان منه والجوزيه موجود معانا. هو كان فيه زي مانويل طبعا في الاهلي يعني، كان الدنيا على اعصابه يعني، يعني الدنيا كلها على اعصابه، عايز الاهلي ينجح على النهارده وبكره وبعده وهكذا. طبعا دي مهمه جدا عند كل مدرب يعني، سواء محلي او اجنبي. لما طبعا يعني هو الاجنبي بالذات يعني بيتعامل يعني ان هو عايز ينجح، ربما شايف ان في عوامل مش هتنجحه،
فعقده ينتهي بالسلامه، وكان له شرط جزائي بياخده، والسلام عليكم. وعقده بينتهي واحنا كمان وقتنا للاسف بينتهي في الفتره دي، يا دوب نلحق نشكر حضرتك على وجودك معانا. الله يخليك وشكرا جدا. وقتنا يا فندم والله. انا اكثر والله سعيد باللقاء ده، واشوفكم قريب ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. فاصل سريع جدا ونرجع بقى للسوشيال ميديا وسؤالنا النهارده عن الاهداف والتوقعات بعد الفاصل.